كان هذه الأيام هاي كانت بداية تشكل الورم. تم اعتقالي في 2020 بتاريخ 7/7، وخلال فترة الاعتقال مريت في فترة تحقيق ما يقارب 35 يوم. خلال فترة التحقيق تعرضت لثلاث حادثات تقريبا، اللي هي السجان برفقة أطباء أعطوني دواء مش معروف شو نوعه، مش معروف إيش هو، أعطوني على ثلاث مرات، كل مرة كان بينهن 3 أيام، وكان إعطاء الدواء بالإجبار. قبلهن كان قبل إعطاء الدواء اللي هو في الزنزانة ضخ غاز مشان أنا أستنشقه، وتعبت مشان يكون ما عندي أي مقاومة، ما يكون عندي أي رفض لأخذ الدواء. تم إعطاء الدواء، بعد ما أخذت الدواء بلش معي أعراض صعبة، وجع شديد في العظم، أوجاع ما إلها وصف صراحة. بلشنا نحكي لهم أنا في عندي وجع، في عندي معاناة، في إشي غلط. ما استجابوا أبداً، بدي دواء ما يقبلوا، بدي دكتور تعرضون على مستشفى أبداً. مرت فترة التحقيق، نزلنا للأقسام للسجون. فترة السجون تقريباً فترة السجن كامل للحكم كانت 7 شهور. خلالها نفس الإشي، عرضنا عليهم، حكيت للإدارة بدنا نطلع للدكتور، بدي عيادة، بدي كذا، يطلع يشوفوني يحكوا لي لا يعني بكثيرها بدك نعطيك كمول بنادول، هذا أكثر إشي كانوا يقدموه. طب بدي مستشفى أبدا. فكان هذه الأيام هاي كانت بداية تشكل الورم. فظلت الأمور مثل ما هي، ما عرضوا على الدكتور، وكان في إهمال شديد جدا، وظلينا لحد ما طلعنا. بعد ما ظهر الورم حكونا لازم في خزعة، لابد منها، ما في مجال. قدمنا للخزعة، طبعا اليهود رفضوا تحويلنا للمستشفيات الداخل لأن مستشفياتنا إمكانياتها ضعيفة، فحولونا لمستشفى الداخل، وكان صعب إنه يعني ندخل لأنه اليهود عارضونا بشكل كبير ورفضوا التصريح. قدمنا كذا مرة ولكن كلها قبلوها بالرفض. فعملنا الخزعة في إحدى مستشفيات الضفة وتعاون معنا الطبيب عملها. بعد ما عملناها تبين إنه نتيجة الخزعة إنه الورم هذا مش ورم عادي، هذا ورم سرطاني، وللأسف كان ورم خبيث وبيحتاج مرحلة علاج كبيرة وإله يعني تبعاته. قدمنا للعلاج أصلا يعني كمان مرة بعد ما تبينت النتيجة، قدمنا للعلاج كمان في مستشفى داخل، كمان قبلوها بالرفض. تعالجنا في مستشفى النجاعة، أخذنا جلسات كيماوي. بعد الجلسة الكيماوي لسه الورم يعني كان إنه ماشي، تحجم شوية ولكن استجابته ضعيفة جدا، بحاجة إنه يتعالج في مستشفى متخصص ويكون إمكانياته أكبر، يعني بجهود كبيرة. وتحولنا لمستشفى في الأردن، مركز الحسين للسرطان، تم العلاج هناك. فترة التأخير هاي، الإهمال اللي تسببوا لي فيها اليهود، كانت ما يقارب تقريبا 5 شهور لـ6 شهور. ففي الفترة هاي حجم الورم كان 4 سنتي، اللي هي بالحجم الطبي يمكن السيطرة عليه، ولكن لما زاد حجمه من يعني ل 12 سنتي بقطر 9 سنتي، هون بصير صعب انك انت تسيطر عليه. كان يعني انا مش اول واحد ولا اخر واحد، يعني معاناه الاسرى يعني كبيره جدا داخل السجون، اهمال فظيع جدا. وصدقا يعني انه احنا بدنا نعرف موضوع الاسرى لوين رايح، الموضوع خطير جدا. يعني كذا اسير صار مستشهد نتيجه الاهمال الطبي، كذا اسير صار متصاب بالسرطان وبامراض كثيره نتيجه الاهمال الطبي، ونتيجه انه هم يعني عاملين الاسرى حقل تجارب. اي تجربه بدهم اياها، اي انتقام، اي شيء بيعملوا بكل اريحيه، بيعملوا على الاسرى.